اللي يبيعون يعني العجين فلافل انا ابي فلافل نحكي على مهنتي يعني هسه كل انسان لازم يفتح له مشروع لازم يصير مميز اكيد طبعا حتى ينجح انا من فتحت عجين هواي يبيعون بس ماكو يعني ميزه بالسوق انا جيت بلا ناقه يعني بس بدله واسلوبي وطريقه عملي ويا العالم والحمد لله وشكر حبوها العالم الحمد لله أه. تميزت بهذا الشيء تميزت نعم طيب هم يجيك بعض انه قال لك ليش انت بالعمل لابس يونيفورم لابس رسمي هم احد والله هواي انتقادات وواي هو حكوا عليه وين تريد توصل انت وقاطك وفلافل تبيع انت وين تريد توصل؟ اه انت قاعد تبيع فلافل لابس ملابس عاديه وروح ليش؟ هسه كل انسان هو انسان يطلع وي حبيبته بدل ويكشخ ويحط عطر وحق. ليش انا طالع بباب رزقي؟ اكل لقمه حلال بارك الله فيك اي نعم طيب اليوم هناك اكيد بهذه مسيرته وبالأشياء بالاشياء اللي اجتك اكيد اكو ناس ساندوك وقدموا لك المسانده من هذول؟ اي يعني نعم اول شيء اقول شكرا لله الحمد لله وفضل الله وفضل ابوي وامي الله, الله يحفظهم ان شاء الله ويخليهم خيمه الله يوفقك ان شاء الله يوفقك خيمه ان شاء الله لان الوالد والوالده يرضوا عليك الله يوفقك هذا منتهين من ومن بعدها تحياتي للانسان المحترم هذا صاحب موقف عليه ويصير عمري بعد 70 سنه انا ما انساه تحياتنا له حاج مهند المالكي الله يرعاه ان شاء الله يعني تدري انت ظروف صعب كان بوسطيه وهاي شلون افتح مشروع تدري راد لي اموال يعني هذا الانسان كان عنده محل اعطاني المحل جاب الغراض كل شيء جهز من ذاته يعني يعني انا يعني قال لي هاي اليك هديه يلا بلش والتوفيق من الله وهي بدأت المسيره يعني. يعني الله, الله يوفقك ان شاء الله وتحياتي له والله يرعى تحياتنا إن شاء الله تحياتنا له اكيد والله يكثر هذه الناس الخيره اللي دائما تقدم المساعده وتهتم بالشخص الطموح